ثم نعلق عليها بعد هذا التقرير. ضرورة التسجيل ضرورة؟ أكيد بطبيعة الحال إذا المباراة الأولى معناها تلعب في الميدان متاعك في المقابلة متاعك تلعب على الأقل قدام نسبة قليلة من الجمهور، إن شاء الله نستغلوا عامل الأرض والجمهور، إن شاء الله نحاولوا معناها الفرص اللي جينا نحاولوا نجسموها، وخاصة نحاولوا أن ما نقبلوش. لا نسبة قليلة أقل من 10% معناها من طاقة الاستيعاب، ولكن عنا فيهم ثقة، هما ساعات ب 500 شخص يتنقلوا معنا الخارج حدود الوطن ويعملوا معناها إفور كبير ويشجعونا، وإن شاء الله غدوة إن شاء الله صوتهم يكون واصل للاعبين ويكون أحسن تحفيز لهم إن شاء الله. كابتن معين، دايما مباراة الأهلي والترجي في الفترة الأخيرة ما بتتحسمش في المباراة الأولى، شفناها في نهائي 2012 الحسم كان في مباراة العودة، شفناها أيضا في 2018 كان الحسم في مباراة العودة، إزاي هتتعامل مع الماتشين؟ بطبيعة الحال أي مدرب عنده يلعب في نصف نهائي وعنده مباراتين ذهاب وعودة أكيد فما برشا حسابات في المقابلة الأولى، وبعد تعرف من بعد المباراة الأولى كل فريق باش يكون معناها واضح نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للفريق الثاني، والمعاملة متاع المباراة الثانية باش تكون حسب النتيجة متاع المباراة الأولى. المباراة الأولى أكيد كل فريق باش يكون حذر فيها، أكيد كل فريق يحاول باش يسجل الماكسيموم معناها ويحاول أنه ما يقبلش. على كل إن شاء الله نكونوا موافقين في الاختيارات تاعنا إن شاء الله. محمد علي بن رمضان عنده إنذارين وتتجنب الحصول على الإنذار الثالث قبل مباراة العودة، تتعامل مع الأمر إزاي؟ وأيضا أنيس البدري الأهلي عنده إنذارات ولا؟ أكيد عادي جدا نتعامل إن شاء الله. معين سي سور، مباراة مهمة ومهمة برشا حتى على المستوى الذهني ساعة، بالله لحظة ميكروات كل سامحوني، برسوكم وخليتكم خلينا نكملوا وقت كل واحد وحده. أكيد أكيد مباراة بالنسبة للترجي مباراة ساعة مباراة مصيرية على المستوى الذهني ساعة بالإخبار كل شيء. اي على المستوى الذهني يلزمنا اليوريتوري يلزمنا نكونوا حاضرين اكيد على المستوى الذهني وعلى المستوى البدني والتكتيك. بطبيعه اذا تكون ذهنيا ماكش حاضر ما تنجمش تخرج من المباراه كما انت تحب. على كل اهم حاجه هو لوجورجي نهار المباراه ووقت المباراه، الساعه ونص نتاع المباراه لازم التركيز يكون عالي من الفريق الكل من ال 11 اللي هبطوا، خاصه حتى اللي باش ينزلوا الشوط الثاني ان شاء الله. شكرا.